إذا الفاتيكان بده رئيس ماروني ليعمل له تجربة تعايش بين الإسلام والمسيحية ونرجع ندفع ثمنها كإسلام وكمسيحية 100,000 قتيل يعملوا بابا عندهم ويعملوا تجارب قد ما بدهم، نحن ما رح نقبل هيك رئيس. إذا أمريكا بدها رئيس جمهورية بلبنان ليقدر يمرق لمصالحها وخططها واعتباراتها ومصالحها على حساب الدمور، بإعطاء الدمور للفلسطينيين لقاء فلسطين المحتلة وبإعطاء البقاع لسوريا لقاء الجولان، بيقدروا يعملوا رئيس جمهورية أمريكا ويعطي شقف من أمريكا للسوري أو للفلسطيني، بس ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. إذا سوريا خيو بدها رئيس جمهورية بلبنان ليكون رئيس لإلها وليكون ببراك كرمال لإلها، بيقدروا يعينوه بسوريا وبيقدر مجلس النيابة السوري يصوت له، بس مش مجلس النيابة اللبناني، وهيدا ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. بدكم تتحضروا للاحتمالات يلي كل العالم رح يتآمر علينا ليقدر يجيب واحد مرت رئيس جمهورية يمرق مصالح العالم قبل ما يمرق مصالح لبنان. بدنا نكون مهيئين لهالاحتمال، لأنه منا قادرين بقى نقبل رئيس جمهورية من عيار كتار يلي مرقوا على رئاسة الجمهورية من الاستقلال لليوم. اليوم بده يكون رئيس الجمهورية اللبنانية لبناني قبل ما يكون سوري، قبل ما يكون أمريكاني، قبل ما يكون فاتيكاني، أو قبل ما يكون أي شيء آخر.